السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم، صباح سعيد، صباح الخير والبركة والتيسير للجميع المتتبعين المشاهدين الأوفياء لقناة شوف تي في. أجواء باردة صبيحة هاد اليوم الأحد من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال شاوية. كنحييكم مجددا على التواصل، كنحييكم على التفاعل، وكنقول لكم صباح سعيد، صباح الخير والبركة والتيسير للجميع المتتبعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. هذه هي الأجواء، هكذا تبدو عاصمة شاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها أننا كنحيوكم وكنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل، وكنقول لكم مجددا صباح سعيد، صباح الخير، صباح البركة والتيسير الجميع المتتبعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في. اللي كنقول لكم بداية يوم موفق للجميع، بداية يوم موفق للجميع متتبعي مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. شوارع تبدو شبه خالية صبيحة هاد اليوم الأحد تزامنا مع العطلة ديال نهاية الأسبوع، اللي كنتمناو للجميع التوفيق، كنتمناو للجميع صباح سعيد، صباح الخير والبركة والتيسير للجميع المتتبعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في. كيف داير الأجواء عندكم متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر؟ كيف داير الأجواء عندكم بالمدن ديالكم؟ واش كاين شي برد؟ كاين شي شتاء؟ بغينا نعرفوا من خلالكم متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في. كيف داير الأجواء عندكم بالمدن ديالكم؟ واش كاين شي برد؟ ولا سي زكريا مكناس، صباح النور اخي، الله بخير، امورك في الماء، حطيت وديكم يا ربي يكون لكم امين يا رب العالمين. شكرا لك سي زكريا مكناس، تحياتي لك اخي، الله ييسر الامور الجميع يا رب، الله ييسر الامور الجميع سي زكريا، تحياتنا لك وتحياتنا لجميع المتتبعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر صبيحة هذا اليوم الأحد من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال شاوية. كنحييكم وكنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل متتبعينا مشاهدينا الأوفياء. كيف كتشوفوا هذه الأجواء من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال شاوية، سطات بلادي، سطات الولافة؟ كنحييكم وكنقول لكم صباح سعيد، صباح الخير والبركة والتيسير في هذا اليوم. الله ييسر الأمور للجميع، الله يفاجئ الجميع، الشفاء العاجل لجميع المرضى، الشفاء العاجل لجميع المرضى، الشفاء العاجل لجميع المرضى يا رب، والرحمة والمغفرة لجميع الأموات المسلمين في هذا اليوم. كنطلب من الله سبحانه وتعالى يا ربي ترحمنا، يا ربي تغيثنا، يا ربي تسقينا غيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب، يا ربي ترحمنا ويا ربي تغيثنا وتسقينا غيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب. قصص الى اخي ما كاينش حتى مكناس، الى اخي ما كاينش حتى، الله يرحمنا، امين اخي، الله يرحمنا، الله يرحمنا، الله يغيثنا وتسقينا غيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب، يا ربي ترحمنا، يا ربي تغيثنا وتسقينا غيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب. سي زكريا شكرا لك اخي، تحياتنا لك وتحياتنا لجميع المتتبعين المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في، اللي كنحيوهم على التواصل، كنحيوهم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال سطات، العاصمه ديال شاويه. هذه هي الاجواء متتبعينا مشاهدينا الاوفياء، وكنتمناو التوفيق للجميع، كنتمناو التوفيق للجميع، كنتمناو التوفيق للجميع، كنتمناو
الله ييسر الامور الجميع، والله يفاجئ الجميع، الله يفاجئ الجميع. مكناس ما طاحتش الشاغر، الله يدير شي تاويل ديال الخير. امين سي زكريا، الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يرحمنا، الله يغيثنا ويسقينا غيثا يا رب، ولا تجعلنا من القانطين يا رب. اللهم ارحم عبادك وانشر رحمتك وارحم عبادك يا رب. يا ربي ترحمنا بشي شبعه ديال الشتاء. الكل ينتظر، الكل ينتظر هاد الامطار ديال الخير، هاد الامطار ديال الخير، واللي مما لا شك فيه هاد الامطار ديال الخير يعني راه غتغير مجموعه من الامور، غتغير بزاف ديال الامور. هاد الامطار ديال الخير يعني غتغير بزاف ديال الامور. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الرحمه والمغفره، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الرحمه والمغفره يا رب، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الرحمه والمغفره. الله يرحمنا بشي شبعه ديال الشتاء يا رب. هكذا تبدو عاصمة الشاوية مدينة ديال سطات. كنشكركم على التواصل متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر اللي كيف كتشوفوا يعني الأجواء جد 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 فارغة، يعني عفوا الأجواء جد يعني باردة، والشوارع شبه خالية من وهذا شيء طبيعي لأن اليوم الأحد، اليوم الأحد، اليوم الاحد العطله ديال نهايه الاسبوع. سي مراد، مراد سلام خويا من مدينه بنقريه، تحياتي لك. سي زكريا مكناس شكرا على التغطيه وعلى المجهودات الجباره اللي كديروا، الله يوفق. امين سي زكريا، هذا واجب، هذا واجب. حنا اللي كنشكركم على الثقه اللي كتوضعوها في قناه الشعب قناه شوف تي في، كنشكركم على الثقه اللي كتوضعوها في قناه الشعب قناه شوف تي في. بلا بكم انتم متابعينا مشاهدينا الاوفياء ما يمكنش لينا اننا بلا بكم انتم متابعينا مشاهدينا الاوفياء ما يمكنش لينا اننا يعني نتواصلوا، انتم هم الحلقه الاساس في هذه العمليه التواصليه، انتم هم الحلقه الاساس في هذه العمليه التواصليه. بلا بكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في ما يمكنش نتواصلوا. كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل، كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل، وكنقول لكم صباح سعيد، صباح الخير والبركه والتيسير للجميع المتتبعين المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في. كنشكر جميع المتابعين المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال سطات، العاصمه ديال الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه. كنحييكم وكنشكركم على التواصل والتفاعل، وكنقول لكم مجددا صباح سعيد، صباح الخير، صباح البركه والتيسير. كان هذه جوله خفيفه باهم شوارع مدينة ديال سطات في هذه الأجواء الصباحية الجميلة والمثيرة في نفس الوقت، اللي رسائل من خلالها أننا نبلغ لكم التحية ونشكركم على التواصل. زكريا صافي أخي، فعلا فعلا أخي كنشكروك. لا العفو سي زكريا، مرحبا سي زكريا. احنا تعودنا سي زكريا العكس، احنا اللي كيهمنا سي زكريا، سي زكريا اللي كيهمنا هو الرضا ديالكم والثقه ديالكم، هادشي اللي كيهمنا. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال سطات، العاصمه ديال الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه. كنحييكم وكنشكركم على التواصل والتفاعل، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. صباحكم مبروك، تحيتنا للجميع، دمتم في رعاية الرحمن.